ما اكلتوش ليه؟ الاكل قدامكم من امبارح، قلت لكم 100 مره مذبوح ومقتول لحمتهم لازم تتاكل طازه يا اغبياء. طب يا جماعه هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش عارف يا عمر، مش عارف، انا حاسس ان سلمى كده استوت يا معلم. يا عم انا ماليش دعوه بالماضي، انا بتكلم في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ اللي جاي احلى. ناقص ظرفك. انا بتكلم جد دلوقتي. اذا بدك نحكي جد، انا رايي التلفن لهلا، وتطلب فديه كتير كبيره بتجي راكعه تحت اجريك، وبعدين هي اكيد ما معها تدفع. برافو عليكي، فكره هايله يا بنت الايه. يبقى انا كده اخترت صح. الو، السيدة سلمى بنت نوفل؟ ايوه انا، مين معي؟ محسوبك ولا مؤاخذة، اللهو الخافي. ازيك يا استاذ لهو؟ ازيك يا ماما؟ أنا في الحقيقة كنت عايز أطمنك على قرشانتين اللي عندي، وأقول لك ما تقلقيش، ما بيناموش غير لما يتعشوا باتنين مولتو ويعملوا الهيم ورك بتاعهم. كتر خيرك يا أستاذ لهو، بس مش تديهم لي بقى؟ إحنا مش عايزين نتعبك أكتر من كده معانا. لا 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 لا، لسه موضوعنا ما خلصش. إحنا بس كان عندنا طلب رفيع من سيادتك. أمر أمر يا أستاذ لهو. احنا طالبين فدية عنيفة شوية، 75 جنيه وعهد الله ما هينزلوا مليم. كم؟ 75 مليون جنيه. اجيبهم منين دول؟ يا نهار اسمر. اسمر تاني يا سلمى. نعم. الو، قدامك مهلة لغاية الصبح وبيديني مزدكو. ها ايه يا سلمى؟ الاقي معاك 75 مليون جنيه سالف واديهم لك يوم الثلاث؟ ما الاقيش انا معاكي 3000 جنيه وارجعهم لك السبت؟ يوه انت هتهزر يا رشدي وانا عيالي مخطوفين. ايوه يا عمر، مش ده تليفون عمر برضو؟ ايوه يا سلمى انا عمر. ايوه يا عمر، بس انا سمعت صوت القهوه جنبك. ما انا قاعد معاها على القهوه بحاول اوصل للديل كويس، وصلت معاه 2 مليون جنيه، بس المشكله ان هم طالبينهم خمسات. قول لها خمسات جديده. المهم بكره الصبح هنقابلهم. طيب اوكي يا عمر. عمر بس انا لازم اجي معاك، انا مش هينفع استنى كده. لا يا سلمى، خليكي انت ورشدي قضوا وقت سعيد. ازاي يعني؟ طب اقول لك انت برضو ام، تعالي احضري اللحظه دي. طيب يا عمر، طب قول لي اقابلك فين؟ ما تخلص يا خلاص. خلاص يا سلمى، هبعت لك العنوان في مسج. اوكي يا عمر. البنات فين؟ ما جبتهمش الا لما اشوف فلوس الفيديو الاول بعناية، وبعد كده ببعتهم لك. لو بناتي ما ظهروش دلوقتي هقلبها مجزره. بناتي يا عمر اتصرف. لا يا سلمى، اللي معاها رشدي لكوح ما تقولش عمر. عاش عاش يا ابو الابطال. ربنا معاك يا بطل. البس. عمر بس ما تبوظيش تمرين. يا معلم ما وقعتش ليه؟ الله يفضحك. الرجاله كلها قوطت الا انا. غالي والطلب رخيص كده.
فيها ويسكي. البنات فين؟ ما نعرفش. ما تعرفوش؟ طيب. نحبك يا مصر وحبك غالي علينا.